ودلوقتي انا هحل لكم فيزياء واحده واحده بقى عليا، عشان انا مش بحب اقطع الناس. لا مؤاخذه كينج، استناني شويه. اسمع يا ابني السؤال ده، شوف حله عامل ازاي. يسري تيار كهربي في موصل مستقيم طويل، موضوع بالقرب من حركه دائريه. طب انت ذاك اهو بتفهم اهو، دي حلقه دائريه اهو، التيار بيطلع من الموجب اهو كده يمشي كده، يبقى دي منوره ولا مش منوره؟ منوره. هو حط جنبه سلك وده اتجاه التيار، خليك ذكي. بيتر ليه؟ لفوق. بوزك هناك؟ دقنك فوق؟ كله فوق؟ ايوه فوق، يلا فوق. طول ما التيار ثابت مفيش حس، خليك لعيب ذكاء. بسم الله، ادي المصباح منور وادي سيادتك اهو كمان اهو. ماذا يحدث للمصباح عند تقليل التيار المار في مصر؟ هنا بقى هيقلل التيار، واحنا عارفين ان لما هيقلل التيار اي تغير في شدة التيار بتعمل تيار مستحس. الله اكبر عليك، ايه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ تيار ايه؟ مستحس. هقولها تاني، تيار ايه؟ مستحس. مستحس يا مستر، قال يبقى المستحس طردي، طردي يبقى في نفس اتجاه السلك، ولو زودنا التيار بقرة طبعا يبقى المستحس عكسي، عكس اتجاه السلك. انت دلوقتي هتقلل التيار، يبقى ده هيأثر بمستحس طردي، يبقى دي هتزيد. اجري كده معايا، اجري معايا. هو احنا بنجري ليه كده؟ مش احنا اللي بنجري؟ اللمبة هتنور اكتر اهو، شبه سيادتك بالظبط. نورت ولا لا؟ يبقى الإضاءة تزداد. عارفة بقرة هتستعجل، هتقولي تزداد ولا تزداد ثم تقل؟ هرد عليك أقول لك اقرأ راس السؤال يا بقرة يا صغيرة. عارف ليه؟ عشان انت هوت. أنا هقلل التيار وما قالش بعد كده هيثبت. لو كان قال هقلل التيار ثم يثبت، دي قصة تانية، كنت اختار ده، تزداد ثم تقل. لكن هو ما قالش ثم يثبت ولا قال ثم ينعدم. انا بس احب اوضح النقط المهمه دي. لو قال ثم ينعدم، لو قال ثم يثبت، هختار تزداد ثم تقل. ما قالش، شكرا، انا هختار يثبت اهو. فهم؟ سهله.